اخيرا يا زوزو، اخيرا اتقفل علينا باب شقه واحد بقالنا يومين. اقسم بالله ما مصدق نفسي ان احنا اتجوزنا. لا صدق ونص كمان. ده انا يا اخويا خلاص الناس بعد كده هتناديني وتقولي يا مدام الباشا الكابتن فارس على سن ورمح، سيدي وسيد الناس كلها. الله اكبر. لا مش مصدق نفسي والله العظيم. ده احنا هناخد كميه عيون هنتحسد يا زوزو والله. بقى انا يا ناس اخطف النجمه اللي الناس كلها كانت بتجيب في سيرتها وتتكلم عليها. او النبي عندك حق يا اخويا، احنا ممكن نتحس. لازم ابخر يوم الجمعه واعمل عروسه من عين اي حد يحسدنا ونحرقها ونرميها في اربع مفاير. او النبي. بس يكون في علم الجوازه ما جاتش خبط لازق كده. ده انا يا اخويا سالت واتقصت، ولو كنت تعرف ان انت ماشي كده ولا كده كنت فركشت الجواز على طول. لا 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 لا، فركشت يا زوزو؟ اقسم بالله ده انا كان جالي شلل ولا مت فيها. لا بعد الشر عليك يا عيني، ان شاء الله اللي بيكرهوك. بس انا بصراحه لما سالت عليك قالوا لي ان انت واد معتدل وعينك مش زايغه ولا بتبص كده ولا كده، فقلت هو ده اللي هينفعك يا بت يا وز، قصدي يا زوزو. يا نهار ابيض يا زوزو، هو انا اقدر ابص لواحده غيرك؟ والله العظيم ما اقدر ابدا. بعدين يعني يا زوزو انت خلاص بقيتي اول واخر حب في حياتي. بس يكون في علمك بقى، حط في بالك اصلا يا اخويا عارفه لعيبه الكوره وعارفه مشيهم، وعارفه طبعا ان انت حواليك معجبات وبنات زي القمر بتروح وتتزوق وتحضر الماتشات. قال ايه متابع الكوره ورايحه تشجعك، ولا هم يفهموا في الكوره ولا نيله سالنا انا. بس هم بيروحوا يا اخويا علشان يشوفوك وانت خارج وتمضي لهم يا اخويا في الاوتوغراف بتاعك ده. اوتوغراف؟ ايوه فاهمه الحركات دي. فحط في بالك لو عملت حاجه كده ولا كده هوريك الوش التاني. الوش التاني؟ ده بقى الوش اللي حذروني منه اهلك. ها انت وشوقك يا عيني، عندي وشوش كتير قوي على حسب انت رايح على فين. عندي وش حب، وعندي وش دلع، وعندي وش جمال، وعندي وش محاره. محاره؟ طب بقول لك يا زوزو، ما تسيبك بقى من الوشوش دي كلها ونركنها على جنب كده وتخلينا في الماتشات. الله اكبر، تعالي بقى اقول لك على خطه الماتش. هيلعبني كوره. كوره؟ يا عيد انا قلقانه قوي. لا ان شاء الله فارس يا يوسف. يا رب يجيب جون يا رب. فارس مجدي عبد الغني محمد رضوان شجعوا يا عيال. فارس العب يا فارس. في فرصه حلوه. معلش فارس 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 فارس. يلا يلا الثلاثة وياه، ثلاثة وياه. باول يلا يلا بقى. يوبا طويلة لإبراهيم يوسف. إبراهيم طويلة قدام ودالة حلوة. لا بعيدة بعيدة معلش. في فولو جميلة من علاء نبيل. فارس 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 فارس. شوي غريب نزل. يا نهار اسود يا نهار اسود. اقسم بالله كسر عشان الواد احسن منه. الواد كسره عشان هو احسن وربنا. رجلي يا دكتور رجلي. طب والنبي يا اخويا والنبي قول لي، هو يعني هي رجلك كسرت ولا ايه؟ لا هو مش كسر، هو قطع في الرباط الصليبي. انا عارف مين اللي عمل كده، والواد ده مش هسيبه، هجيبه. يا ابني اهدى شويه، اللي حصل ان هو اتحرك حركه غلط وهو بيرقص، الركبه ما استحملتش راح الرباط مقطوع، ودي بتحصل لاغلب لعيبه الكوره يعني. يا دكتور انا شفت الواد اللي كسره، ولو ما كانش كسره ما كانش جه هنا. خلاص يا عيد اهدى بقى، المهم دلوقتي قول لي يعني الرباط ده هنعمل فيه ايه؟ هنصلحه ازاي؟ هي عمليه بسيطه وربنا يقويه. يا نهار اسود، هو هيعمل عمليه؟ ما تقلقيش، هي عمليه خياطه للرباط الصليبي وكلها 3 شهور في الجبس، وبعدها زيهم مع العلاج الطبيعي وهيبقى فل ان شاء الله. 3 شهور جبس وثلاث شهور كمان علاج طبيعي؟ يا نهار اسود. يا مدام زوزو ما تقلقيش، بقول لك انا شاك. على العموم احنا هناخده ونروح المستشفى،
وهنعمل اشعه وساعتها هنفهم اكتر وهضمنك ان شاء الله. طب وما رحناش على المستشفى ليه؟ يلا يلا عشان نقوم يلا. انجز يا دكتور، اسعاف مش قادر. ايه ده يا كابتن، احنا كلمنا الاسعاف وزمانها جاي. ونستنى ليه يا اخويا عربيه الاسعاف؟ ما انا معايا عربيتي. وادي عيد، شيله يلا ونروح بيها على المستشفى. ايوه لازم رجليه تفضل مفروضه كده عشان احنا مش عارفين الاصابه عامله ازاي، ولو تلاقيها ممكن تزيها اكتر. طب وبعدين وفين عربيه الاسعاف؟ ما تستعجلوها. طب بعون الله بقى، لو عربيه الاسعاف ما جاتش في خلال دقايق انا هعمل غلط معاكم كلكم. جيب العواقب سليمه يا رب يا رب، تقوم بالسلامه يا رب. دي البنت يا حبه عين امها ما لحقتش تفرح بجوازها. او النبي امه. امين امين يا رب يا رب، خد بيد يا رب يا رب. كابتن هم اتاخروا جوه كده ليه؟ معلش العمليه بتاخد وقت. ايوه بس اكتر من كده، دول بقالهم فوق الساعتين. مش مهم الوقت قد ما المهم العمليه تنجح ان شاء الله. يا نهار اسود، يعني هي ممكن ما تنجحش؟ لا انا اقصد مش مهم الوقت قد ما مهم انها لازم تتعمل صح. ولما هم يا اخويا شاكين انها ممكن ما تعملش صح، ما سافرناهوش بره ليه؟ ما هو الدكتور اللي موجود هنا بيدرس في المانيا، وكل اللعيبه بتوعنا بيكشفوا عنده، ولو كان هو شايف انها محتاجه سفر كان قال. استر يا رب. محسود. او النبي يمه. والنبي يا اختي محسوده، كل الناس بتقول ايه الامل اللي بقت فيها وزه دي؟ بقت نجمه ومتجوزه الكابتن فارس بحاله، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، يقعد لهم في عينهم وعافيتهم وفي ولادهم. قادر يا كريم، خد من قلبي وصر. يا ولية حرام عليك، بلاش دعاء الناس، بلاش دعاء. حرام ايه؟ واللي قاعد ده مرمي جوه مش حرام عليه؟ بقولك ايه، خلي بالك ان بنتك خلاص مش قادره. انا عايزك انت بس تدعيه ربنا يشفيه ويقومه بالسلامه، وبلاش دعاء الناس حرام، عشان ربنا يستجيب. ان شاء الله هيستجيب وهيقوم بالسلامه وهيكدهم واحد واحد. بس بقولك ايه يا بنت، لما ان شاء الله كده يقوم بالسلامه تجيبي لي دي حلاوتي. حاضر يا ام. ساعة حلوة يا اختي كده ان شاء الله، بس ما تخافيش مني. ادعي لي يا ام، انت الوحيدة اللي حاسة بيا. قوم بالسلامة يا حبيبتي. يا رب. حلوة البتاعة دي. يا لهوي يا ام، انت في ايه ولا في ايه؟ استر يا رب. الحمد لله على السلامة يا كابتن. ايوه كده يا بطل. الحمد لله على سلامتك يا فارس. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الله يسلمك يا زوزو. يلا بقى يا كابتن، شد حيلك، الملاعب محتاجة لك والشباك بتناديك. يا رب يا دكتور. وانا قدامي قد ايه كده واقدر انزل الملعب تاني؟ ما بكدبش عليك، في ناس عملتها بعد 6 شهور ورجعت، وناس قعدت سنه، انت وشطارتك بقى. بس على فكره الموضوع محتاج عزيمه وقوه اراده. سنه ايه وست شهور ايه؟ ده حتى لو 6 شهور ده كتير قوي. كتير ايه يا راجل، هيعدوا. بس انت شد حيلك. الف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا كابتن جوهري، والله تعبتوا نفسكم على الفاضي يا جماعه. انا كنت جاي لوحدي، بس قلت اجيب معايا حسام عشان يقول لك ان هو عمل العمليه دي مرتين وقام منها زي الحصان. بجد والله يا كابتن حسام؟ ايوه طبعا يا فارس، الحمد لله عملت العمليه، بس اهم حاجه يا فارس الصبر. طبعا مش هوصيك، لازم تسمع كلام الدكتور ودكتور العلاج الطبيعي، وان شاء الله في خلال من شهرين لست شهور هترجع زي الحصان وهتاكل النجيله اكل. انا مش قلت لك كده؟ رب دكتور. طيب يعني انا قدامي مثلا شهرين كده واقدر اعمل علاج طبيعي؟ ان شاء الله من بكره هنعمل تمارين خفيفه، وبعد شهرين ان شاء الله هنعمل علاج طبيعي. يا رب يا دكتور يا رب. احنا هنسيبك بقى دلوقتي. الف حمد لله على سلامتك يا بطل. على فكره مركزك في المنتخب محجوز لك. تسلم لي يا كابتن جوهري، والله ما كنتش عايزكم تتعبوا نفسكم. تعب ايه بس يا فارس؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يا راجل ده حتى التيم مضلم من غيرك. وبعدين ما تزعلش، ليك عليا يا سيدي ان اقعد اجيب اجوان لغايه ما انت ترجع بالسلامه. حبيبي يا كابتن حسام. هنسيبك احنا بقى. اتفضل يا حبيبي. يلا السلام عليكم. صحتك. يلا كابتن. متشكرين يا كابتن. وعليكم السلام. مع الف سلام. متشكرين على الورد. وحشتيني يا زوز. وانت كمان والله. الحمد لله على السلامه يا كابتن. الله يسلمك يا عيد. رجلي. معلش يا حبيبي معلش، ما الجرح لسه سخن. وبعدين انت هتاخد المسكنات وتبقى زي الفل، كلها يومين وتطلع تجري. وبعدين انت يا اخويا ما شفتش الورد اللي جايبينه لك بره؟ كميه ورد قافل باب المستشفى. زملائك واصحابك في المنتخب كلهم جايبين لك ورد. ورد؟ ده مش ورد مرض يا زوزو، ده ورد شماته. شماته ليه يا اخويا؟ كف الله الشر، ما انت زي الفل اهو. للاسف كل اللعيبه عينيهم على مركزي في المنتخب. خلاص هو فضلهم اهو زوزو. ان شاء الله خير يا حبيبي، فضلهم مؤقت بس. وشد حيلك بقى عشان ترجع تملمن تاني وتخلي المدرجات كلها تولع من الحماس.
هتولع ان شاء الله وهنقف ونسقف لك ونشجع لك ويرجعوا يكتبوا عندنا تاني في الصحافه. ودي احنا واقعه من الجوع. تاكل فراخ مشويه؟ النبي انا عايز اكلك انت. ودي عيد يلا يا اخويا نصرف شويه سيبني مع جوزي. يلا يا واد. يا اخويا من كتر ما رجلك وجعاك ابتدت رجلي توجعني من حب. انت معاكي ليه؟ ما تنساش الفراخ المشويه يا واد يا عيد.